السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمجاكم في فيديو جديد وفي حلقة جديدة في لعبة جتيا فايس سيتي، الحلقة الثالثة. تذكير صغير، الحلقة اللي فاتت عملنا حاليا ما عادش نمشيو للمحامي متاعنا، ساي كملنا منه تو باش نتفرع ونخدمو خدمات نخدمو عند عباد اخرين كيف كارترز والرجل هذا ديما ننسى اسمه المفيد. اليوم قلت خليني نعمل ميسيوناتو المفيد. ما تنساوش لايك وسبسكرايب وخلينا نبدأ. ستارت جيم. وكل عادة السوري ما تمشيش، منيش فاهم، كل ما ندخل اللعبة السوري ما تمشيش. A few moments later. اوكي حريت المشكلة، نمشي لللود اللود متاعنا. بالطبيعة اذا عجبتكم السلسلة وتحبوا تكملوا ادعمونا باللايك سبسكرايب. شبيه ما يمشي السوري، شبيها ايوه بيه واضحة بيه حاليا معلم. أربعة شرطة، خمسة، ستة، سبعة، واحدة، لحظة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وظالي ثم واحد دار من الجهة الأخرى. علاش ثم دوريات قدام الدار؟ شكوا فيها ظالي اللي أنا بين نحن نسرق الموتور هذايا كيفاش؟ معلم مش ثم أي اسكت. لا 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 استنى. اسمع اسكت، أكيد باش تجيني شرطة. أما يلا محسوب. هادي جاوني ثم نجمة، نجم الإخوة. أح إذا يا مرة يلصق بالكولا كيف الحلقة اللي فاتت، يا ما يلصقش من أصله. بأمريكا نحنا بشوف الخريطة تلقى نعن تيعي عاد بي. شوف في الخريطة ثم المهام تاع كارتز والمهام تاع إذا حرف الآلي باش نمشيولو تو باش نكملولو الحلقة هذيا. وإذا لقيت الحلقة قصيرة نمشي نولي نخدم المهام متاع التليفون اللي هي هذي، فهمتوا هكا؟ خاطر المهام متاع التليفون هي مهام جانبية ما تستحقش انك تعملها، انا مش نعملها في الاخر يعني يعني انا والفيديو كانوا طويل ما نعملهاش، كانوا قصير نضطر اني نعمله، فهمتوا؟ هذي اسرع واحدة، هذي اسرع مطوع مجربناهاش، اول مرة نجربوها في السلسلة متاعنا. ريتشل هكا، ريتشل لصق بالكولا. سكا لا سكا، اقل ضربة يموت. بيه برا حب نعرف شو اسمه الزه ديما ننساه، زه ما يعيطلوشو. خلو عندي مشكلة، قالو منيش بنا. عرفت تومي فيرستي مرات هكا يسيب في ال سيب الفكاهة متاعو. لحظة ما تقوليش اللي في مخي. لحظة استنى. يب أصعب ميسيون موجودة في اللعبة، أما بالنسبة لي سهلة. حد شي صعب عليها. مهمة الطيارة الشهيرة. أوه شيت، تعرف مشكلة وينها؟ إنه لازم نسحق الأرقام والكلافي متاعي ما فيهاش أرقام. عبارة تو نحاول نتصرف. إيش باش يعملها لنا؟ حرفيا مشهورة فاي سيتي بالمسيان، أصعب مسيان في اللعبة. بيه حفظناه ودي نعرفه. بيه بسم الله ترى. استنى بيه هكا يمين يسار. ايوه بيه واضح هي. بر بسم الله هذه الأولى. بر عنا توقيت على اليمينة، ايوه يظهر في الواحد. انا توقيت على اليمين 6 دقائق، هما 7 لما حالة. المسيون هذي بالطبيعة لازمك ترمي القنابل في البلاصة نتاعها باش نهدمو المبنى هذي. ايوه بعد وبعد شنعمل بيه وحنا. عرفت اي سيبهم رجله. وفي ثنيتنا باش يعرضونا الحيوانات هذوما اللي ورانا باش يحاولوا يعطلونا. زيلو 3 قنابل حاليا به ريقلة. دي سياقتي محترفة راهو، تفرج هاكم يستناو فينا. وتو باش تزيد تصعب على خاطرنا باش نطلعو فوق اللي تاجت، يعني باش نطلعو دروج بالطيارة هاذيا. بيه لا 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 بيه الأمور. بسم الله شنو هذاك؟ شيت
قعد ميتوا الكل. بس استنى 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 بالساسة بالساسة اطلع. نجيو من ترى هوني ظالي ما ثم شيء. طول ما طلعتش من الدروج انا ناش ظالي. لا نورمال ما يدي بعد نمشي. لا اما عادي. دخلت بعضها بيه. غير الكلافية متاعي ما فيهش نوامر لا راو نقدها. اطلع 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 يمين باه مزير الزوزة. نورمال ما سافا نقدروا احنا نستلم الطلبية الثانية بكل سلاسة. ادور انا تو حاليا قاعد نلعب زوز كلافيات. الكلافي متاع اللابتوب والكلافي متاع الكلافي الاخرى. عندي كلافي اخرى. المشكلة الكلافي الاخرى ما فيها شكل النوامر اللي على اليمين. نولي نستعمل النوامر متاع الكلافي الاخرى. يعني تعقيد الف. اياد عربي تحشمناش. وبديت يخرج من الدخان. ضربات اخرى وتموت. مشكلة ثم جماعة عندهم عنده مسلحة. هيك المشكلة ينجموا يقتلونا بسهولة. استنى وخر دور وقدم. ايه على اليمين على اليمين. دور دور دور. هيا مشي 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 مشي. سيفي سيفي مزالت واحدة مزالت واحدة. حتى بعد ما نكملوا اخر واحدة مش لازم نعودوا نهبطوا عادي. ذيك الحاجة الباهية. مين 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 اهبط اهبط اهبط. بيبي واضح واضح سهلة بي. جيست شوية تركيز شوية ستينس. اه اهبط طو. وهذا اسهل المهمة في العالم. حتى الوقت يكفينا. جيست اخاف لو كنت ترشق المطور مش المطور الطيارة برا. انا مدميتور نهبطو. اه تبعوني لوني. مش 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 استنى قنبلة برك في اللي تجربة. ياه لا 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 بلا لا مشيت فيها. ترشق ترشق. يا ربي حبنا نعاودو تو برا باش نعاودو. اصلا في الاعادة اي فايدة ميتسالش. جيست الهيت شوية بالكلافية هذي. تعرف ضربة برك ونموت. هيا هيا برجلية دورة. باه يا رب ان شاء الله ما ثم شكل يضرب بالفرد. بالساسة بالساسة. ايوه هيا هيا هانت هانت هانت. بوب اخيرا اخيرا. يا راحه نفسيه. تفرج جيت الاخرى ذيك مش مباسد الحمد لله. به موتوري وين موتوري ضاع. ما تنساش مهم مش مباسد. رئيس هكا قاعد نام في المسين. لاحظت حاجه خضره هوني هوني. ثم درع. اوكي بي المهمات وفات هذا. اما الفيديو باش ما يجيش قصير ياسر خلنا نمشي نعمل مهمة التليفون تو. ندبر اول حاجة باش نمشيو. اي كرب اي كرب يجد. 2000 years later. ايوا كاميون وحالته حليلة ما ميتسالش. ضالي خطرة بلاصة متاع الصناعة هذيك علاش. اوه الكار الكار يعجبني الكار يعجبني. استنى استنى الكار يعجبني. ديما تلقى كان الابيض ركبوك. الكاميرا هذيك تعرف نجمو نخدمو حتى في الكار. تعرف اذا نتفكر كنت صغير ناخذو نجري نجري نبدا تجري بالبيت. اذا ضربت كهرباء تنطر للسماء. تنجربوها تو كان هكا غير البلاصه مش مستقيمه. استنى استنى السياقة مشو ميسا بيو. غير خطنا من نجريوش برشا. اما كانت تجري تجري بالبيت وتشوفو
باي باي. انا من المسنة دي. هذه من سنة التليفون، كل مرة باش يجينا تليفون نمشيولو نعملو الخدمة تاعنا. اوكي باش نقتلو تو شو اسمه، ايوه ثم واحد يطيش في البيتزا، يعني كديليفري يعني يدور في البلاد ويطيش في البيتزا، لازم نقتلو. المشكلة زونا كهربا تجري، عبرنا ناخذ الكهربا هذي. اوه شرطة نجمة، شت 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 شت، مريقم مريقم، وي تفرج السرعة. استنى هو ديجا في الجهة الأخرى من الخريطة، خلينا نجيو منا ناخذو نجمة. أهو جي جي جي، وين ماشي وين؟ بطبيعي إذا سلم البيتزات الكل نعتبر راح يخاسر. مازالو 42 كعبة، أما سافا نورمال، ما نسوي باش نقتلو. موت موت. آه اصبر اصبر اصبر، فيس فيس قبل ما يهرب. ها جموت يموت، عاد موت موت. سيبهم سيبهم، مش يموت، مش انبسط هاي البرشة بين نورمال ما يزي. هون الفيديو يزي، عملنا زوز مسيونات هكاهو مش ثلاثة كيف الحلقة اللي فاتت، اما مسيون متاع الطيارة خذت برشا وقت هذاك. علاش واقع منا بونيسك المسيون متاع المسيون متاع الطيارة متاع شو اسمه تليفون. عبر نسجله، خلينا نمشي نبدلو لبشنا خاطر اللبسة هذي ما عجبتنيش. ايه البرشا رجعنا للدار، باش نختم الحلقة هوني. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، الحلقة الجاية ان شاء الله نكملوا مهمات كورتس. سيوش اللايك وسبسكرايب وكومنت زيادة وبعد